يحكى أن كان هناك ملكا يعيش مع ابنته الوحيدة في قصره الكبير، وكان باله دائما مشغولا بها، فكان يحبها حبا شديدا. وعندما اقتربت الأميرة الجميلة من سن الزواج، أخذ يفكر الملك في فراشه كل ليلة، لمن سيزوج ابنته الأميرة الرائعة، ومن سيجلس على العرش من بعده. كان مشغولا كثيرا بمستقبل ابنته وبالشاب المناسب لها الذي يسعدها ويحافظ عليها ويكون صهره الوفي العزيز. وفي ليلة من الليالي نادى الملك أحد وزرائه وطلب منه الذهاب ليلا إلى المسجد ليبحث بين المصلين عن شاب يصلح لأن يكون زوجا لابنته، شاب فضل الدعاء والمناجاة وقريب من الله عز وجل، فهذا هو الأمير المستقبل الجديد. وبالفعل خرج الوزير من القصر متجها إلى المسجد ليبحث عن شاب بهذه الصفات التي ذكرها له الملك ليكون زوجا لابنته الأميرة. لسوء الحظ في هذه الليلة تحديدا قرر لص أن يدخل إلى المسجد حتى يتمكن من سرقة المصلين أثناء انشغالهم بالصلاة، فوصل إلى المسجد قبل وصول الوزير وجنوده، ولكنه وجد باب المسجد مغلقا، فتسلق الجدار وقفز داخل المسجد وبدأ يبحث عن أي شيء ثمين من محتويات المسجد يبيعه ويستفيد بثمنه. وخلال ذلك سمع صوتا وكأن أحدا يحاول فتح باب المسجد، تحير كثيرا حينها أين يذهب، ولكنه فكر سريعا وقرر أن يمثل كأنه يصلي. في هذه اللحظة فتح الجنود باب المسجد ودخلوا فوجدوا هذا الشاب يصلي، فقال الوزير في تعجب شديد: سبحان الله، من شدة شوق هذا الشاب للصلاة ورغبته في المحافظة عليها دخل المسجد متسلقا الجدران. عندما وجد باب المسجد مغلقا ليؤدي صلاته، وأمر الجنود أن يحضروه بمجرد أن ينتهي من صلاته. كان اللص من شدة خوفه بمجرد أن ينتهي من صلاته يبدأ بالأخرى حتى لا يمسكون به، والجنود ينظرون إليه في تعجب من شدة تقواه وإيمانه وتعبده لله. ولم ينتهي اللص من الصلاة حتى أمرهم الوزير عندما طال انتظاره أن ينتظروا لانتهائه من الصلاة ويمسكه به مسرعا قبل أن يبدأ بصلاة أخرى. وبالفعل حصل ما حصل، أحضروا الجنود اللص إلى قصر الملك. وعندما سمع الملك عن صلواته ومناجاته وعبادته المتواصلة قال له في فخر: لعلك الشخص الذي أبحث عنه منذ زمن بعيد، ولتقواك وإيمانك سأزوجك ابنتي الوحيدة لتصبح أميرا. بهت الشاب ولم يجيب من شدة المفاجأة وهو لا يصدق ما يسمعه. وعندما انتهى الملك من كلامه عن إعجابه بإيمان الشخص وصفاته الرائعة، أنزل اللص رأسه في خجل وهو يقول في نفسه: إلهي، جعلتني أميرا وزوجتني ابنة الملك لصلاة مزيفة اصطنعتها، فكيف كانت هدايتك لولا أن عبدتك مخلصا مؤمنا؟